بوكس التحدي، هنطلع المكونات ونشوف ايه اللي موجود واقدر اعمل بيه ايه اكل ان شاء الله خير. يلا بس انا عايزه اجيبه هنا كده جنبي. بقلق لما بيتقل كده، بس اكتشفت علب، كله علب يعني بسيطه. ماشي نقرا المسج. استاذه مروه احنا خلاص مش عاوزين ندخل المطبخ والجو حر جدا، ماشي عايزين حاجه سريعه ننجزها عشان نخلص الحلقه دي، والسلام عليكم ورحمه الله. ماشي من عينيا من عينيا. طيب بصل متقطع شرايح، طماطم انه كده ايه عشان نبين المكونات علشان اقدر افكر بسرعه. بصل وطماطم، ده ايه ده؟ بتنجان، دي بتنجانه مشويه. ماشي بيض، بيضتين. ماشي ومعانا ثوم ومعانا نعناع. الله الله يسامحكم. وده ايه ده؟ شكله سماء طبعا، باين من شكله. ده سماء. وده ايه؟ دي توابل ايه دي ولا ده ايه؟ مش قادره اعرف ده ايه، ده حبهان مثلا ولا ده ايه؟ مش قادرة اعرف. بصل تاني، بس دي بصلة مبشورة. ماشي وايه كمان؟ عسل ابيض. دي طحينة. ماشي يا طحينة تعالي هنا كده. وايه الكبير ده فيه ايه بقى؟ بسم الله. بطيخ. بطيخ، الحكايه بقت بطيخ قوي. بطيخ ايه ده؟ دي بطاطس مهروسه. ماشي وبعدين في الموضوع ده دي ايه؟ دي فراوله. بطيخ وفراوله وبتنجان وبطاطس. ادي فراولة وادي ده لبن، ده ولا كريمة؟ لا ده لبن، لبن حليب عادي. خلاص خلص البوكس. ايه بقى ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده بقى ده بقى ده ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ لا ده ورطه. ده انتوا؟ طب بس لما تخلص الحلقه. لا بجد ايه بقى ده؟ ايه بقى الموضوع ده؟ طيب ما يا استاذه رميس، الله ما هو هتقعدي تعدي لي كده مش هفكر. لا دي ورطه بجد يا جماعه، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ طيب مبدئيا البتنجان المشوي ده عادي خالص، هحط له بصل وطماطم وتوم، هيبقى ظريف قوي. و ده كده خلاص البتنجان، هحط له سلطه الطحينه وهحط له سماء وبصل وتوم، وهيبقى سلطه بابا غنوج ظريفه قوي. وممكن اعمل حاجه تانية، انا معايا البطاطس الظريفه دي، ممكن اعمل بطاطس هحط عليها برضو سن التوم وملح وفلفل، وهحط معاها بيضة وهعملها برضو ظريفة قوي. فراولة وبطيخ هحطهم في الخلاط. ده انا كده هعمل، والله استنوا بقى، والله العظيم هوريكم دلوقتي. يلا يلا بينا. بسم الله اهو هعمل اول حاجة البطاطس دي، بطاطس المهروسة هحط لها ملح وفلفل، بس انا عايزة اشيل البوكس ده هنا كده.
استنى يا بوكس انت دلوقتي، ملح فلفل. طب انا عايزه اطلع كمان طاسه. تعالي يا ماشي، تعالي انت. وايه، نشغل النار. انا حطيت على البطاطس المهروسه دي ملح وفلفل، وعايزه احط حته ثوم كده، وعايزه احط هكسر بيضه، بيضه واحده كده، وهحط ممكن احط رشه سماق كده معاها، وهعجن كده ايه البطاطس مع البيضه كده كويس قوي. حطيت لها ملح وفلفل، وهعمل دلوقتي انا ما حطيتلهاش بصل، استنى ممكن احط لها شويه بصل، بصل مبشور كده، ونقلب البيضه مع البطاطس المهروسه والملح والفلفل وبصل وثوم ورشه سماق. وهاجي هنا على الطاسه دي احط معلقه زيت. انا بقلف دلوقتي، بقلف بس هعمل حاجه طعمها لذيذ ان شاء الله. عايزه ممكن حته منديل، عايزه اوزع الزيت ده كده في الطاسه كده بالشكل ده، وعايزه اخد الخليط الظريف ده احطه هنا كده في الطاسه علشان نعمل كده ايه قرص من البطاطس اهو كده بالشكل ده كده اهو، وياخد لون ونقلبه الناحية التانية. عايزة اعلي النار، وفي المرحلة دي نعمل طبق كمان دلوقتي. من كل الله، عايزة اجيب سكينة. تعالي يا سكينة، وناخد البتنجان نحطه هنا كده، ده بتنجان مشوي. وايه، نقطعه كده حتت كبيرة، بس انا عايزة اشوف له طبق، عايزة اشوف له طبق. نحطك فين يا بتنجان؟ ممكن انت، ماشي انت كبير قوي بس اوكي، انه كده موسع اهو. عايزة اشوف هنا اخبار البطاطس ايه عشان اطمن عليها. عايزه اضيف لها كده شويه زيت على الاطراف علشان ايه تبقى كويسه وتبقى كده فكه معانا. كده والبتنجان احنا كده قطعناه، هحطه في الطبق اللي معايا ده كده اهو، ونحط عليه طحينة كده، ونحط عليه ثوم وشوية طماطم وملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب تبقى سلطة بابا غنوج كده سريعة. بالشكل ده عايزة بس أوضب الطبق ونحط له كده معلقه زيت، وهرجع
هرجع للبطاطس حالا كده، نحط له كده ايه معلقة زيت، وبرده كده ايه رشة سماء على الوش. ده أول طبق أهو، سلطة بابا غنوج. هجيب طاسة تانية هجيب طاسة تانية وأحط بقى زيت زيتون. بص أنا هعمل ايه أهو كده كده، هحل الموقف ده حالا. والبطاطس المهروسة دي اهي انا هوضبها كده. لا 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 ما تقوليش حاجه، ده انت نهارك يا نهى. اصبري عليا اصبري عليا نهى، بس ايه كده عايزه اه هي اللي هتنقذني. البيضه دي بصوا، البيضه دي هكسرها واحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل وشوية معلقة صغيرة لبن، معلقة صغيرة بس كده، وهضربها بالشوكة بس كده. بيض عادي خالص مفيش حاجة، هياخد لون ظريف ونحطه على البطاطس. على فكرة أنا بحب البطاطس عليها بيض عادي بتبقى تحفة، وعايزة أحط هنا على البطاطس دي لا بحبها حط شوية زيت زيتون كده على البطاطس الشخصية كده. ماشي يا نهى ماشي يا نهى، تعملوا فيها كده ماشي. آه يا ربي كده بتاع رنت ليه كده. ايوه يا بيضه يا حلوه كده، تاخد لون، اخدتي لون لسه شويه، ونقلبها الناحيه التانية وهنحطها على البطاطس الظريفه دي، وهنديها رشه بقدونس، وعايزه بس عيش بلدي، بس هاتولنا عيش بلدي بقى كده. بس هنبقى عملنا، انا كده عملت سلطه البابا غنوج والبطاطس بالبيض الظريفه دي حالا، ويبقى فاضل البطيخ والفراوله. البطيخ والفراوله عامل احطهم في الخلاط، البطيخ والفراوله والعسل هيبقى طعمهم حلو، هيبقى طعمهم حلو في الخلاط كده. نحطها هنا كده على وش البطاطس انا هوريك يا نهى. هديها رشة فلفل ورشة بقدونس كده بس، ده اخرها. خطيرة للفطار على فكرة، دي في الفطار او العشاء تجنن اهو. بس فاصل بقى يبقى في بعد الفاصل معايا من المكونات اللي انا هستخدمها العسل الابيض والفراوله والبطيخ والنعناع، اللبن تاني مش هستخدمه هشوف يعني، وبقيه الحاجات اللحوسه دي هنشيلها بعد الفاصل. خليكم معانا بعد الفاصل